أزمة داخل النادي الأهلي بسبب صانع الألعاب محمد محمود، نادي الإسماعيلي واصل استعداد لمباراة النادي الأهلي في الأسبوع الأول من الدوري المصري وموقف مستحقات اللاعبين، ونادي بيراميدز يضم هدف نادي الزمالك. كل ده وأخبار دنيا كتير هقولها لحضراتكم في هذا الفيديو، بس يا ريت لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناة تعمل وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. قناتنا بتدعم أنديتنا الجماهيرية عصب الكورة المصرية. نادي الاهلي بيواصل الاستعداد باذن الله لمباراه العوده في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا، مباراه العوده قدام نادي اتحاد المنستيري التونسي. مباراه الذهاب بالتاكيد انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف نظيف احرزه المدافع محمد عبد المنعم. المباراه هتكون باذن الله يوم السبت المقبل. النادي الاهلي يعني ضامن الصعود باذن الله للدور المقبل بنسبه في رايي الشخصي تتعدى ال 70%. الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي جدا، انضم ايضا للتدريبات واجرى بعض التدريبات التاهيليه نجم الفريق عمار حمدي اللي كان اصيب بقطع في الرباط الصليبي في نهايه الموسم الماضي، وباذن الله هو دلوقتي بيتاهل وهيكون قريب ضمن اللعيبه المتاحه لمارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. وكيل اللاعبين نادر شوقي بيتكلم عن صانع العاب النادي الاهلي محمد محمود اللي كان ترددت اخبار كتيره جدا قبل غلق باب القيد انه هيرحل من صفوف النادي الاهلي على سبيل الاعاره. نادر شوقي حكى القصه وقال ان اللاعب اجتمع مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي قبل غلق القيد بخمس ايام، واتفقوا على رحيل اللاعب للإعارة. حاول وكيله اللي هو نادر شوقي يشتغل على الموضوع ده، جاءت بعض العروض للنادي الأهلي لكن الوقت كان ضيق. في النهاية ما كانش قدام النادي الأهلي إلا قبل غلق باب القيد بيوم واحد عرض من نادي فيوتشر. النادي الأهلي رفض هذا العرض. نادر شوقي بيؤكد أن نادي سيراميكا كليوباترا لم يتقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب. تم اغلاق باب القيد وبالتالي استمر محمد محمود مع النادي الاهلي، حتى الان اللاعب بينتظر موقفه من المشاركه في التدريبات بتاعه النادي الاهلي لان هو بالامس وفي الفتره الماضيه كان بيتدرب منفرد، فهو مستني الفتره المقبله باذن الله موقفه من المشاركه مع تدريبات الفريق الاول ويبقى متاح قدام مارسيل كولر للمشاركه مع النادي الاهلي. مارسيل كولر اللي بيقال عنه ان هو ما بيحبش يكون في عدد كبير في تدريبات النادي الاهلي، وبالتالي في قلق من عند محمد محمود ووكيله من عدم مشاركة محمد محمود في التدريبات وبالتالي انخفاض أسهم اللاعب الفترة المقبلة. نادر شوقي أيضا هو وكيل أحمد ياسر ريان تحدث عن انتقال اللاعب لسيراميكا كليوباترا وأكد إن هو ما كانش عارف إن في اتفاق ما بين النادي الأهلي وما بين سيراميكا كليوباترا على انتقال اللاعب، وإن هو كان بيفضل إن أحمد ياسر ريان يكمل في التدريبات قدام مارسيل كولر وفي النهاية يكون الاختيار هو للمدير الفني السويسري، لكنه بيؤكد ان الجميع تسرع في هذه الخطوة. نادر شوقي بيؤكد ان انتقال احمد ياسر ريان لنادي سيراميكا كليوباترا هو عقد بيع دائم وليس اعارة. نادي الاسماعيلي بيكمل استعداداته باذن الله استعدادا لمباراه النادي الاهلي. نادي الاسماعيلي قدام النادي الاهلي في الاسبوع الاول من الدوري المصري، مباراه تكررت كثيرا ان هي تكون في الدور الاول في السنوات الاخيره. الاسماعيلي النهارده باذن الله راحه من التدريبات بامر من الجهاز الفني، والفريق بكره هيعود مره اخرى للتدريبات استعدادا للمباراه. الفريق طبعا خاض اخر مبارياته الوديه قدام نادي البنك الاهلي وانتهت المباراه بهزيمه الاسماعيلي 2-1، احرز هدف النادي الاسماعيلي في هذه المباراه حازم مرسي. باسم مرسي اللي ابتعد في الفتره الاخيره عن تدريبات النادي الاسماعيلي اصبح جاهز وهيشارك بكره بشكل طبيعي في التدريبات باذن الله. ايضا حتى هذه اللحظه من المفترض مشاركه عبد الرحمن مجدي اللي كان متغيب عن التدريبات طوال الفتره الماضيه بسبب بعض الامور سواء بقى الماديه او لمرض والدته، لكن الامور كلها بحمد الله تم حلها من المفترض وباذن الله عبد الرحمن يكون متواجد في تدريبات الاسماعيلي بدءا من الغد. موقف مستحقات لعيبه النادي الاسماعيلي والجهاز الفني للنادي الاسماعيلي عشان الموضوع ده اثير في جدل كبير جدا في الساعات الماضيه. اللعيبه القديمه استلمت الجزء المتبقي من عقود الموسم الماضي، جميع اللعيبه باستثناء ثلاثي عماد حمدي واحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحي.
الثلاثي باذن الله هيعقد جلسه مع الاداره في الفتره المقبله، من المفترض ان تكون الجلسه يوم الاحد المقبل، لتوقيع تعاقد جديد مع النادي الاسماعيلي وتخفيض قيمه ما يتقاضوه سنويا من رواتب. كده اللعيبه القديمه استلمت مستحقات الموسم الماضي كلها، مش باقي بس غير جزء اخير وهو نسبه المشاركه بتاعه كل لاعب في الموسم الماضي. طيب ايه موقف اللعيبه الجديده؟ اللعيبه الجديده كلها استلمت ال 25% بتاعه الموسم الجديد، ومفيش اي لاعب جديد له مستحقات حاليا. هل في حد تاني له مستحقات؟ ايوه في حد تاني له مستحقات. مين؟ الثنائي كباتن الفريق باهر المحمدي وعمر الوحش، اللي حصل ان فلوسهم بتاعه الموسم الماضي بالتاكيد كانت جاهزه، لكن الثنائي عرف ان في بعض القصور المادي فيما يخص راتب الجهاز الفني جاريدو، فالثنائي تبرع من نفسه للاداره وقال ان هم ممكن يستنوا حتى الاسبوع المقبل حتى يحصلوا على مستحقاتهم، توفيرا للمستحقات في الوقت الحالي للمدير الفني الاسباني جاريدو اللي برضه مستلم كل مستحقاته، مفيش اي مشكله في هذا الموضوع. ده طبقا لتصريحات سمعتها بودني والله العظيم من المهندس يحيى الكومي. عشان كده انا كنت مستغرب جدا النهارده لما سمعت الكابتن احمد شوبير بيتكلم عن قصه الخلاف اللي حصل ما بين المهندس يحيى الكومي وما بين لعيبه النادي الاسماعيلي بخصوص الرواتب. كابتن احمد شوبير قاعد يتكلم عن ان النظام هو اساس اي نجاح. انا مش مختلف معاه والله العظيم في النقطه دي، ومش مختلف معاه ايضا لاني اتكلمت فعلا في القصه دي، ان مش من المفروض ان رئيس النادي يتكلم اعلاميا عن لاعبين ويتهمهم بالتمرد واللعيبه ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي زي ما باهر المحمدي رد. لكن في النهايه يا كابتن احمد الموضوع ده بقاله حوالي 4-5 ايام، الموضوع انتهى والله العظيم، وحصل بعده جلسات وحصلت احداث كتيره جدا حضرتك ما جبتش سيرتها خالص. يعني مهندس يحيى الكومي قال ان باهر المحمدي بنفسه زاره في بيته، يعني المشكله اتحلت، ما عنديش مشكله خالص ان حضرتك تتكلم في الازمه لكن في وقتها، ولو اتكلمت دلوقتي عنها لازم تقول المستجدات اللي حصلت، لكن تتكلم كده بشكل مطلق ان في ازمات داخل النادي الاسماعيلي وفي ازمات ما بين رئيس النادي وما بين اللاعبين وان ده ما يصحش، وتفضل تتكلم لمده 10 دقائق عن النظام وعن الالتزام بدون ما تذكر المستجدات اللي حصلت، ده مش صح يا كابتن احمد اعلاميا. وصدقني ده ايضا في نوع من التضليل للي بيسمع حضرتك في الراديو. نادي بيراميدز يعلن عن ضم المدافع عبد الرحمن جودة، مدافع نادي النصر ولاعب منتخبنا للشباب تحت 19 عام. اللاعب مواليد 2003، ضم بيراميدز في عقد يمتد لخمس اعوام. اللاعب كان مضى بالفعل في الفترة الماضية لرغبة للانضمام لنادي الزمالك، ويقال ان هو كان ماضي ايضا على عقود، لكن ادارة نادي النصر بتؤكد ان العقود اللي مضاها اللاعب مع نادي الزمالك ملهاش قيمة، لان في النهاية نادي بيراميدز هو اللي عرض على نادي النصر المبلغ الاعلى، وتمت الموافقة من قبل مجلس ادارة نادي النصر على التعاقد بتاع نادي بيراميدز. ورغم ان اللاعب كان بيفضل ان هو يذهب لنادي الزمالك، لكن في النهاية اللي انهى الصفقة قانونيا هو نادي بيراميدز، وهو الان اللي بيمتلك الحق في البطاقة بتاع اللاعب. طبعا نادي بيراميدز بالصفقة دي اللي تعتبر طبعا تحت السن لكنها خامس صفقاته للموسم الجديد بعد ضم كل من المغربي محمد الشيبي ومصطفى فتحي وكريم حافظ ومحمود عبد العاطي دونجا. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في الشانل ما تنساش تشرفني وتعمل، ما تنساش تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، ودائما وابدا انديتنا الجماهيريه ستبقى اولا وفوق الجميع مهما كره الكارهون. شكرا لكم، مع السلامه.